تناقل نشطاء معلومات بشأن وفاة ثلاثة أطفال في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت بمحافظة واسط بسبب بطء كوادر الاختصاص وبطء إجراءات العلاج ونقص الكوادر حسب ما نقلته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي. نشاهد وإياكم فيديو تداوله عراقيون. واحد جاي يموتون الله شاهد. ومستشفى العام اللي ذبح موظف ذبح في السجن. بالسرعة أشعة ساعتين ما تطلع. الأشعة ساعتين ما تطلع والله ما تطلع. تتوصل بي ساعتين ما تطلع. ودكتور ما عالج مريض نهائيا. هذه هي المشاعر التي نقلناها لكم وشاهدتموها وأنتم عليها شهود. هذا الصراخ والعويل من رجل مفجوع ومن سيدات ورجال حوله يبكون.